بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني ومتابعي الكرام، أينما كنتم في حلقة جديدة مهمة وفيها فائدة كبيرة بإذن الله. تقريبا أصبحنا في زمن لم نعد يعني نبالي بالدين فيه. أنا أتكلم إخواني الكرام دائما في فيديوهاتي، أتكلم بما في نفسي وما في قلبي، لا أخشى لومة لائم ولا يهمني، فالعمر مكتوب ومقدر، والأجل إخواني الكرام محسوم فيه ومسجل في لوح محفوظ. إذا أمر الله أن تسقط ورقتي ستسقط بإذن الله، فلا خوف علينا ولا هم يحزنون، إن شاء الله كله خير. فنحن أصبحنا إخواني كما قلت لكم في زمن لم تعد الناس ترحم فيه بعضها إلا قليل، كثر فيه الهرج ونطق فيه الرويبض و و و و فأصبحت الناس ترى رؤى في مناماتها مخيفة شوي. ومن بين هذه الرؤى إخواني الكرام رؤية الثعابين والحيات في المنام. تكلمت في فيديوهات سابقة عن رؤية الثعابين والحيات وأنه عدو أو مس أو سحر معمول لك، لكن ما شد انتباهي هذه الأيام، كنت يعني أتدارس موضوع مع أخ لي في التفسير، فطرح علي رؤية أن واحدة رأت ثعبانا أو أفعى، هي تقول سنيك لأنهم يعني أوروبيين هؤلاء ومسلمين، سنيك ذهبية يعني أفعى أو ثعبان ذهبي. فالأفعى دائما نؤولها بأنها امرأة، والثعبان دائما نحس أنه ذكر فهو رجل، يعني في تفاصيل أحيانا حتى من الحجم. فمثلا يقول لك رأيت ثعبان كبير ومعه واحد صغير، فهنا امرأة ورجل دائما، لأن الصغير هو الذي يرمز للمرأة، فالأنثى دائما تكون أكبر. لا علينا في هذا الموضوع، موضوعنا اليوم إخوان الكرام هو رؤية الثعبان الذهبي الذي يكون لونه ذهبي. وهذه الأخت رأت الثعبان الذهبي يعني رمى عليها سمه، يعني كش عليها سمه كما نقول نحن، أو قذفها بسمه. فتأويل هنا إخواني الكرام لا يسمى سحر، ستستعجبون وتستغربون إخواني الكرام، ولكن ولا يرمز لأذى، لكن يرمز إلى ساحر، صدق أو لا تصدق. هذا الفيديو ممكن أول مرة ينشر في اليوتيوب، فيديو عفوا إخواني الكرام يعني رؤية الثعبان الذهبي، تحس أنه من ذهب ذهبي، هذا إنسان ساحر، الأفعى ساحرة، وقذف ذلك السم فإنه إنسان عمل لك عملا بسؤال غيرك، يعني هذا الشخص وكل عليك بمال بمقابل وعمل لك سحرا يريد أن يؤذيك. ليش إخواني الكرام؟ فنستنبط أنك يعني الأمور التي نعيش فيها في الواقع. مثلا نحن قلنا في زمن تركت الناس فيه دينها، قوم موسى، نعود إليكم إلى يعني تاريخ قوم موسى، لما أخذ السامري قبضة من أثر الرسول ورماها على الثور الذي صنعه من حليهم وذهب يعني أذهابهم، فأصبح له خوار فظنوا أنه رب يعبدونه فاتجهوا إليه. هنا اليوم في زمننا إخواني الكرام أصبح الناس يروحون للدجالين والمشعوذين، يعمل لها عمل لزوجها كي لا يهرب عنها، ليعمل لها عمل ربط لعشيقها كي لا يعني يتجاوب مع غيرها، هذا هو المعمول به يعني. وكثير كثير نسبة 70-80% يعملون هذه الأشياء للأسف. فكثير إخواني يتواصلون علي في القناة يظنون أني أنا ساحر فأعمل لهم هذه الأشياء، وأقسم برب العزة أني أتكلم بما في قلبي، لا أخفي شيء ولست خائف من شيء، وكله بفضل الله. فأنا أرى إخواني الكرام أن هذه الرؤية، رؤية الثعبان الذهبي، هو تحذير من الله بأن في ساحر، ساحر يكيد لك كيدا، يصنع لك شيئا ويحضر لك شيء، وخاصة السحر المرشوش، لأن الساحر يعني أو يعمل أشياء كثيرة، مثلا يعمل كتاب، يعمل لا أعرف كيف يعملون ويدفنونه، لكن في سحرة يعملون السحر المرشوش الذين يصنعونه من النجاسات ومن الدماء، وهي سموم، كما أن الأفعى تقذف سما وهذا السم يصيب الإنسان، فهذا ساحر يعمل لك سحر مرشوش، فكن على حذر شديد خاصة عندما ترى الأفعى أو الثعبان الذهبي. لم يبقى لي إخواني الكرام إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أتمنى لكم الشفاء، أتمنى لكم الخير، أتمنى لكم السعادة، أتمنى أن لا يبتليكم الله بما ابتلى به غيركم، وقولوا دوما الحمد لله الذي عافانا فيما ابتلى فيه كثير من خلقه، يعني أو بما ابتلى فيه كثيرا من خلقه. أشكركم على المتابعة، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.